السلام عليكم. محاضرتنا الثالثة لتكنولوجيا الكهرباء لطلاب الصف الأول قسم التقنيات الميكانيكية. محاضرتنا اليوم اللي هي Superpositions Theorem DC Current. Superpositions, the representative of the circuit to more than one source can be determined by analyzing the circuit's represents to each source alone and then combining the result. عندنا هنا دائرة السوبربوزيشن اللي تكون بها مصدرين، هي نظرية التراكيب يمكن تحديد استجابة الدائرة لأكثر من مصدر واحد عن طريق تحليل استجابة الدائرة لكل مصدر على حدة، ومن ثم دمج النتائج اللي نستخرجها بها. عندنا هنا هذا هو شكل أول مرة نسوي دائرة قصر للفولتية البي هنا، وبعدين نحسب قيمة الفولتية ذني ونطلع الفولتية الكلية ونحسب التيار أو الفولتية المراد حسابها. هنا بعد ما نحسب نسوي الفولتيات، ومن ثم بالطريقة الثانية نسوي دائرة قصر للفولتية الأولى ونحسب الفولتية ونحسب العفو المقاومات، المقاومة الكلية، ومن ثم نحسب التيار الكلي حسب السؤال المراد به. ناخذ مثال example: calculate bridge currents by using superpositions theorem. استخرج التيارات الكلية هنا، التيار لكل مقاومة عن طريق superpositions. قلنا عندنا من خواص انه لازم يكون عندنا مصدرين. حش حنسوي اول خطوة حنلغي المصدر الثاني ونبقي المصدر الاول. نلغي المصدر الثاني ومن ثم نبقي المصدر الاول. عندنا هنا لغينا المصدر الثاني وصارت دائرة قصر. ملاحظة مهمة جدا، اذا كانت المقاومة طرفي المقاومة على طرفي المصدر بالتالي هذه المقاومة تلغى، اما اذا كانت واحدة من الاطراف ويا المصدر الملغي فلازم نحسبها هذه المقاومة. انطيتكم واجب حيكون عندنا مقاومة متشكلة ويا المصدر بالطرفين مالتها فلازم تلغى، فننتبه لهذه الحالة. هنا هذه المقاومة لا تلغى، اذا كانت طرفيها على طرفي المصدر فتلغى مع المصدر. هسه نجي نحسب عندنا هذه المقاومة العشرة والثلاثين مربوطة على التوازي، مربوطة على التوازي حتى احسب المقاومة الكلية. فنحسب المقاومة الكلية داش سميناها اللي هي عشرة في ثلاثة على عشرة زائدا ثلاثة. هذا قلنا من خواص قوانين اذا عندنا مقاومتين مربوطة على التوازي. ناتج هذه المقاومات اجمعها ويا هاي الاثنين لانه حصير دائرة توالي، حيكون الناتج عندي 4.31 اوم. هذه المقاومة الكلية. حتى احسب التيار المار باثنين اوم، هالتيار 1 داش سميته اللي هو نفس التيار الكلي لانه هسه احنا عندنا شنو؟ عندنا دائرة توالي. حيساوي لنا المصدر الاول اللي هو الفولتية، المصدر الاول على المقاومة الكلية داش. المصدر هنا هي 6 على المقاومة اللي طلعناها 4.31، حيكون عندي 1.39 امبير. اتجاه يكون بهذا الاتجاه، هذه اول تيار. التيار الثاني اللي هو ديمر بعشرة اوم، بعشرة اوم. فد قانون ما ذكرناه احنا بالبداية بس هو قانون كلش بسيط، وقانون مجزئ التيار. اذا اريد احسب التيار حيكون التيار الكلي مضروبة في المقاومة البعيدة على المقاومة اللي يم التيار اللي اريدها زائدا المقاومة البعيدة. بمعنى يعني التيار الثاني الثاني اريد احسب هذا التيار الثاني داش، هنخلي نقول التيار الكلي في المقاومة البعيدة اللي هي ثلاثة مضروب على مقسمة على ثلاثة زائدا العشرة اللي هي اليم التيار. حيكون عندي بعد ما اقسمها واضربها 1.39 حيكون عندي الناتج التيار 0.32 امبير، واتجاه يكون للاسفل. حتى احسب التيار الثالث عندي تيارين الاول والثاني، ممكن عن طريق طرح طلع لي التيار الثالث لانه هذا نفس التيار الكلي، اطرحه من التيار الثاني حينطيني التيار
الثالث ويكون اتجاهه أيضا بهذا الاتجاه لأنه بهالشكل هذا المصدر. زين هذه في حالة أنه لغينا المصدر الأول. هسه شو نسوي؟ نقول with E2 only, E1 short. هسه الE1 حنسويه short ونفس الملاحظة اللي قلناها. إذا المقاومة طرفي المقاومة على طرفي المصدر تلغى، ولكن هنا المقاومة هذه بس طرف واحد ويا المصدر فما تلغى. نفس الكلام 2 أوم ويا 10 أوم هي ربط توازي، فحنحسبها اللي هي 2 في 10 على 2 زائد 10 حسب القانون R1 في R2 على R1 زائد R2. ناتج هنا الضرب وبعد التقسيم والجمع أجمعها ويا المقاومة 3 هذه حيطلع لي المقاومة الكلية هي 4.66 أوم. هاي طلعنا المقاومة الكلية. حتى أطلع المقاومة رقم 3 تيارها هنا التيار نفسه هو التيار الكلي لأنه من هنا المصدر حيكون، فحيكون عندي E المصدر الثاني على المقاومة الكلية اللي سميناها دبل داش، حيكون عندي هنا الفولتي عندي 4، المقاومة طلعناها 4.66، حيكون ناتج التيار هو 0.86 أمبير. وانتبه على اتجاه التيار لأنه من هنا المصدر حيكون، فاتجاه التيار حيكون من هذا الطرف. زين هسه اطلع التيار الثاني نفس قانون مجزئ التيار اللي هو التيار الكلي في المقاومة البعيدة اللي هي 2 هنا صارت على المقاومة البعيدة زائدا 10 اوم اللي هو اذا نحسب لها التيار. انا اريد احسب هذا التيار الثاني هنا اللي دا يمر بهاي المقاومة 10، فحيكون عندي بعد ما اضرب اجمع 2 زائدا 10 12، 2 على 12 حيكون عندي 1 على 6 اضربها في 0.86 حتطلع لي 0.142 أمبير واتجاهها وين؟ للأسفل. صار عندي التيار الأول الكلي واللي هو التيار الثالث عفوا الكلي والتيار الثاني، حطرح التيار الكلي من التيار الثاني حيطلع لي 0.718 أمبير واتجاهها بهذا الاتجاه لأنه من هنا المصدر. زين هسا صار عندي تيارين للمقاومة 2 أوم، تيارين للعشرة أوم، تيارين 3 أوم. لازم أني أطلع هسا التيار الكلي. أريد أحسب المحصلة. تحسب محصلة التيارات المارة بكل فرع. أجي على الاثنين أوم عندي تيار 1.39 أمبير، وعندي من هنا بهذا الطرف اللي هو 0.718 أمبير. إيش حسوي؟ نطرح هذا الأي فتحة أي وان فتحة من أي تو أي وان فتحتين، حأطلع التيار المار المحصلة بالاثنين أوم. نفس الكلام بالعشرة أوم، هنا ما حطرحنا أجمع. ليش؟ لأنه التيار اتجاهها للأسفل الأول والاتجاه التيار الثاني أيضا للأسفل، فحسوي هنا حجمع التيارين حيطلع لي 0.462 أمبير واتجاهها للأسفل. أجعل التيار الثالث اتجاه من هنا من هذا التيار بالغاء المصدر الثاني يطلع لي 1.7% أمبير، ومن ألغي المصدر الأول حيطلع لي التيار 0.86. من أجي أطرحهم لأنه التيارات مختلفة فأطرحهم هيطلع لي 0.21 أمبير واتجاهها بهذا الاتجاه. هذه هي المحصلة بالسوبر بوزيشن. أن هنا generating of alternating voltage and currents، هنا توليد الفولتية والتيارات المتناوبة. يمكن توليد الجهد البديل عن طريق تدوير ملف. هذه عندنا هنا النورث الجزء الشمالي وهذا الجزء الجنوبي الساوث. ممكن انه ندور ملف في مجال مغناطيسي واتجاهه يكون من الشمال للجنوب وحسب قاعدة اليد اليمنى كما موضح عندنا بالشكل اي، او عن طريق تدوير مجال مغناطيسي هذا النورث وهذا الساوث وبهذا الشكل هذا في مجال مغناطيسي داخل ملف ثابت. زين هنا أنا هذا الكلام نفس اللي قلناه هسه. value of voltage generated dependent upon، بناء على انه الفولتية اعتمادها توليد الفولتية اعتمادها على the number of turns in the coil عدد اللفات بالملف، start of the field شدة او قوة الملف، the speed at which the coil or magnetic field rotator السرعة التي يدور بها الملف أو المجال المغناطيسي. وعدنا هنا لو نجي على خلينا نرجع شوية بس تعاريف بسيطة اللي هو التيار المستمر الدي سي
الدايركت كارنت هو التيار الذي يسري باتجاه ثابت على الدوام وتكون قيمته ثابتة خلال مدة سريانه. أما التيار المتناوب هو التيار الذي يتغير مع الزمن، أي متغير الشدة والاتجاه، والزمن الذي يتحاشى لكي يعيد نفسه ويساوي كمية ثابتة. وتمثل الفولتيات والتيارات المتناوبة بشكل موجات جيبي. أما الماجنتيك موتيف فورس القوة الدافعة المغناطيسية هو الشغل المنجز لتحريك وحدة القطب مرة واحدة حول دائرة مغناطيسية، حتى نعرف أنه هذا هو القوة الدافعة المغناطيسية. خواص خطوط الفيض المغناطيسي، لو نجي نشوف هذا الشكل في المجال المغناطيسي، يشكل كل خط من خطوط المجال المغناطيسي حلقة كاملة، موصل واحد يمر به التيار. يكون اتجاه الخطوط بنفس اتجاه القوة المسلطة، قلنا عن طريق قاعدة اليد اليمنى وإن شاء الله نحكي عليها بعدين. لا تتقاطع خطوط الفيض المغناطيسي فيما بينها، لأنه محصلة القوة بأي نقطة في المجال الكهرومغناطيسي إلها اتجاه واحد، فما تتقاطع مستحيل هذه الخطوط. أكيد هذه الخطوط هي خطوط وهمية تستخدم لتمثيل المجال المغناطيسي. Equations of the arithmetic voltage and current. هسه نجي على المعادلات التيار والفولتيات المتناوبة. اللي عندي الإي اللي هي القوة الدافعة الكهربائية حتساوين الإي أم. الإي أم اللي نقصد بها هي أعلى قوة، ماكسيمم أعلى قوة للقوة الدافعة الكهربائية مضروبة في ساين أوميجا تي بالدالة الجيبية. and الآي التيار هنا يساوين أعلى قوة للتيار مضروبة في ساين أوميجا تي. الأوميجا هو 2 باي اف التردد، والأوميجا هو أنجلر فولستي اللي هي الوحدة مالته ريد على السكند، زاوية نصف قطرية على الثانية. شنو خلينا نجي نشوف شنو هذا معنى هذا الكلام، شوي نوضحها بالرسم. عندي هذه هي الدالة الجيبية، واحنا سبق ان حكينا بيها. الدالة الجيبية اللي تبدي من الصفر وتصعد الى اعلى قمة الها للواحد، وتنزل للصفر وترجع الى اقل قيمة الها الى السالب واحد، ومن ثم ترجع للصفر. هذه هي سايكل، هاي دائرة، دائرة كاملة. لو نجي هنا بالنسبة الى المحور الصادي هو الفولتية والتيار، والمحور السيني هو الزمن. لو مشى هنا عندنا الجزء بزاوية معينة اللي هو زاوية أوميجا تي، تحرك إلى أي داش، هذا هو الأي داش ياته هنا، بعدين ومن ثم إلى تحرك إلى أعلى قمة اللي هو بي، وهذا هو الإي ماكسيمم اللي هو أعلى قمة اللي يوصلها عند الساين يساوي لنا 90. ساين 90 شقد قيمتها قلنا؟ واحد، فأعلى قيمة لها إي واحد. بعدين تتحرك إلى سي داش اللي هو هنا، ومن ثم الدي اللي تتحرك توصل لنا إلى النقطة صفر، وهكذا ترجع الدائرة كاملة. إذن الـ EMF اللي هو القوة الدافعة الكهربائية، واللي هي نرمز لها بالـ E small، والـ EM اللي هو أعلى قمة هنا، الـ E maximum اللي هو أعلى قيمة عند النقطة صفر، عند الجزء أو الزاوية العفو صفر. زين، نجي اللي بعدها الـ Time period. The time taken by an alternating quantity to complete one cycle. هنا الفترة الزمنية هو الوقت الذي تستغرقه الكمية البديلة حتى تكمل لنا دورة كاملة. الاف قلنا هو التردد، الاف اللي هو التردد هو عدد الدورات لكل ثانية، وهو يساوي مقلوب الزمن واحد على تي. الوحدة مالتها اللي هو الهرتز، ونرمز له بH Z. العلاقة ما بين الاف والتي هي علاقة عكسية، فممكن تبديلها، فحيكون عندي واحد على الاف التايم اللي واحد على الاف اللي وحدة مالتها اللي هو السكند او الاس، نسميها الاس. خلنا ناخذ مثال. Find the period of a periodic waveform with a frequency of 60 هرتز و 1000 هرتز. هنا المثال، اوجد فترة شكل موجة دورية بتردد منطيني مرة 60 مرة 1000 يريد.
احنا عندنا قانون التي تساوي لنا واحد على الاف، خلينا نعوض واحد على الستين يساوي لنا 0.01667. نقدر هنا هذه سكند اكيد الوحدة مالتها، نقدر نضربها في 10^3 اللي هي ملي سكند. هسه ناخذ بعض القوانين المهمة اللي هي الاي القوة الدافعة اللي نفس الفولتية. هنا حتكون عندي الاي ماكسيمم ساين الثيتا. الثيتا ايش قلنا هي؟ هي قلنا الاوميجا تي. زين الاوميجا هي شنو؟ هي 2 باي اف. الاف شنو؟ بعد هنا انا لونت لكم اياها. الثيتا هي الدبليو تي، لو نجي على الدبليو هي شنو؟ هي 2 باي اف. الاف شنو هي؟ هي الساين تبقى 2 باي على 1 على تي، قانون الاف 1 على تي مضروبة بالتي. نفس الكلام بالتيارات، التيار يساوي لنا التيار ماكسيمم ساين ثيتا. ثيتا شنو هي؟ قلنا هي اوميجا تي، اي ام ساين اوميجا تي. الاوميجا هي شنو هي؟ هي 2 باي اف. الاف شنو؟ هي 1 على تي. حنعوض ساين 2 باي 1 على تي في التي السمول. هذه هو الساين ويف، هاي مالتنا الموجة الجيبية مالتنا ساين ويف، وتقسيماتها تعرفوها 0, 90, 180, 270, 360. ناخذ مثال given e تساوي لنا 5 ساين ثيتا. determine احسب الـ e على شوكت ثيتا 40 درجة، او الثيتا ثانيا المطلب الثاني ثيتا تساوي لنا 0.8 باي radius على السكند. ندور على الثانية، نجي على الثيتا يساوي لنا 40، نطبق القانون الـ e اللي هو يساوي لنا e capital M اللي maximum sin الـ 40 اللي عندنا. حساوي لنا الـ e M مطينا اياها شقد؟ 5 ساين ثيتا. حنعوض مكان ثيتا شقد؟ اللي هو الأربعين. لو نطلع الساين الأربعين بالحاسبة نحسبها حطلع لنا 0 عدد صحيح و6428. نضرب هذا الرقم بـ5 حيطلع لنا 3 عدد صحيح و214 فولت. إذن الوحدة مال إي فولت، لأنه قلنا هي هاي فولتية. زين المطلب الثاني عندما ثيتا تساوي لنا 0.8 باي، هذه باي يجب تحويل الزاوية من الزاوية القطرية إلى الدرجات. انتبه على هذا السؤال، حتى أحول من الزاوية القطرية إلى الدرجات لازم أضرب 180 على الباي. الباي هنا 3 عدد صحيح و14، بس هنا ما نحتاج التحويل لأنه أنا بالسؤال منطيني 0.8 باي، فأختصر هذه الباي ويا الباي، تبقى لي 180 أضربها بـ 0.8 حتطلع لي 144 درجة، تحولت إلى درجات. هسا أعوضها بالقانون، الـ E تساوي لنا 5 ساين 144 حسب القانون اللي عندي، نعرفه الـ EM ساين ثيتا، والثيتا طلعناها 144، ساين الـ 144 بالحاسب نطلعها 0 عدد صحيح و5878. نضرب الخمسة بهذا الرقم حيطلع لي 2 عدد صحيح و939 فولت. ناخذ مثال لاخ، اذا عندي يقول find the applied and frequency of the wave. اي اول مرة الـ E يريدها 20 ساين 317 تي فولت، بي يريد التيار عندما 0.001 ساين 942 تي امبير. هنا يريد السعة والتردد. السعة شو نقصد بيها؟ أعلى قمة للسعة اللي هو EM. من يقول لك applied، applied اللي هو أعلى قمة للـ EM يعني الـ E maximum. زين احنا عندنا بالقانون هو مطيها E تساوي 20 ساين 377 تي. إذا الـ EM مش قد هنا؟ بين 20، هذا هو الـ 20 فولت الـ EM. هذا وجدنا أول واحد. شي يريد الفريكوانسي التردد. زين هو شو منطين هنا؟ ساين 377 تي. هذا من هو؟ هذا الأوميجا، الأوميجا اللي هو 377 تي. الأوميجا شو تساوي لنا حسب القانون اللي عندنا؟ 2 باي اف تي. هذا القانون رجاء هذه القوانين تحفظ حتى نقدر نطبق عليها. زين هسه هنا أنا أريد أني الاف، صارت عندي 377 تي، هذه التي تحذف ويا هذه التي تبقى 2 باي اف. انا اريد الاف، دائما قلنا الشيء اللي نريده
دائما الرقم او اي شيء يمه يكون وين بالمقام، والرقم هنا حيكون لي فوق. حنقسم 377 على 2 في باي، الباي حنعوض عنها ب 3 على صحيح و 14، حتضرب هنا وتقسم حيطلع لي تقريبا 60 هرتز. هذا التردد، هذا بالنسبة الى المطلب الاول. المطلب الثاني هنا لو نشوفه 0.001 ساين 942. اذا هنا الامبليتد الساعة ايش قد عندنا؟ الاي ام، الاي ام اللي هو 0.001 واحد بالالف، هذا هو قيمة الاي ام. زين هنا هذا هو الاي ام، اي ام العفو التيار، احنا نحكي هنا تيار مو فولتيه، فالاي ام تساوي لنا 0.1 بالالف امبير. طلعنا ساعة، هسه شو طلع؟ تردد. نفس القانون قلنا، نفس القوانين، اما كان اي حتصير عندنا اي، فاف تساوي لنا هنا حيكون عندي الرقم هذا اللي هو 942 اللي هي الاوميجا على 2 باي. حنجي 942 حضرب 2 في 314 اقسمها حطلع لي 150 هرتز. شكرا لكم.